الآن شارك وزير التجارة وترقية الصادرات الطيب زيتوني أمس الثلاثاء بالعاصمة الأوغندية كامبالا في افتتاح قمة المؤتمر الثاني للبني في أفريقيا التي أشرف عليها رئيس جمهورية أوغندا يوري موسيفيني بمشاركة 25 دولة أفريقية منتجة للبن من أجل البحث ومناقشة التحديات التي تواجه هذه المادة الهامة وكيفية رفع القيمة المضافة لها. وفي كلمة ألقاها خلال افتتاح هذه القمة أكد وزير التجارة وترقية الصادرات أن حضور الجزائر في هذا المؤتمر الهام يأتي وفقا لتعليمات رئيس الجمهورية سيد عبد المجيد تبون بتوجيه الاقتصاد الوطني نحو إفريقيا، مؤكدا أن الرئيس من المرافعين على التبادل البيني بين الدول الإفريقية وعلى ضرورة تصنيع المواد الخام التي تتوفر عليها الدول الإفريقية محليا وعدم استغلال ثرواتها الطبيعية. للحديث أكثر حول هذا الموضوع يلتحق بشكيب قويدري باحث في الدبلوماسية الاقتصادية والتجارة الخارجية. صباحك سعيد سيد شكيب قويدري. أهلا بك، صباحكم سعيد وشكرا على الاستضافة. أهلا بكم معنا. الحديث اليوم عن المؤتمر الإفريقي للبن ومشاركة الجزائر في هذا المؤتمر. طيب، وزير التجارة وترقية الصادرات السيد طيب زيتوني كشف أن الجزائر جاهزة لتصدير المواد الغذائية والصيدلانية مقابل استيراد البن واللحوم الحمراء. بداية، قراءتكم لهذا التصريح أو هذه الصفقة التي ستقوم بها الجزائر مع الدول الأفريقية؟ نعم، أولا قبل الحديث عن التبادل بين الجزائر وأوغندا خصوصا وجب وضع الأمور في إطارها وسياقها، لأن الجزائر اليوم انفتحت كثيرا على ما يعني فضائها الطبيعي وهو إفريقيا لتعزيز تبادلها مع القارة كلها، واليوم تشهد القارة نوع من التنسيق أكثر فيما بينها، لأنه ما يخفاش بأن القارة الإفريقية تستورد أكثر من 98% من حاجياتها من خارج القارة. لهذا اليوم هناك نوع من رفع مستوى التنسيق بين عديد من دول إفريقيا لكي يتم تعزيز التبادلات البينية الإفريقية، وهذا ما عززه ما يسمى بلازليكاف، فضاء التبادل الحر للقارة الإفريقية، منطقة التبادل الحر الإفريقية. نعم. اليوم بالعودة إلى الجزائر وأوغندا، من أشهر زار رئيس الأوغندي الجزائر لتعزيز العلاقات بين البلدين، ومن آثار هذه الزيارة اليوم نشهد زيارة وزير التجارة سيد طيب زيتوني إلى أوغندا لمشاركة في هذا المؤتمر التي ذكرتي. من بين الأمور التي وجب يعني تعزيزها والتأكيد عليها هو ما يسمى بالتركيز على الميزة النسبية ونقاط قوة كل بلد. أوغندا عندها صناعة فائضة وبأسعار تنافسية لبعض المواد، منها خصوصا البن واللحوم الحمراء والحليب وبودرة الحليب. فالجزائر اغتنمت الفرصة هذه كي تتبادل مع أوغندا هذه المواد، وفي المقابل تصدر الجزائر لأوغندا بعض المواد التي تملك فيها الجزائر نسبة تنافسية وميزة تنافسية، ألا وهي مواد البناء، المواد الغذائية والمواد الصيدلانية خصوصا. نعم. طيب السيد شكيب قويدري، بالحديث عن هذه الصفقة وعن التوجه الجديد للجزائر إذن فيما يخص التوجه للعمق الإفريقي عبر الدبلوماسية الاقتصادية، من الأكيد أنه يجب أن تكون هناك آليات. الحديث اليوم عن اللوجستيك، برأيكم ما هي أبرز هذه الإجراءات التي يجب اتخاذها لكي تكون هذه الصفقة بمبدأ رابح رابح؟ نعم، أول شيء كما ذكرت أستاذة هو أنه النقطة الأساسية للنجاح أو إنجاح عمليات التبادل التجارية هي الوسائل الأدوات، اللي على رأسها سلاسل لوجستيك وسلاسل النقل واللوجستية. اليوم الجزائر بدأت تطور من رحلاتها الجوية داخل العمق الإفريقي. اليوم عندنا في إفريقيا من ساحل
الإفريقي عندنا حوالي 6 أو 7 رحلات مباشرة، ورئيس الجمهورية من مدة صرح بأن الجزائر ماشية لفتح وجهات جديدة حيث يكون فيها رحلات مباشرة، منها خاصة نحو الشرق الإفريقي. اليوم الجزائر توجهت أكثر إلى إفريقيا الشرقية اللي أوغندا هي طرف فيها، فوجب تعزيز هذا من خلال فتح خطوط نقل جديدة إلى مثل هذه البلدان أوغندا على رأسها. طيب، إذا تحدثنا عن كسب ثقة المستهلك الأجنبي، هل ترى اليوم أن الجزائر قادرة على تحقيق هذا المسعى؟ نعم طبعا، شفنا خاصة في السنوات الأخيرة أن الجزائر رفعت من مستوى منتوجاتها كما وكيفا، وأصبحت مطابقة لكثير من النورم يعني في عديد الدول. شفنا هذا الأمر جليا في المشاركة في كثير من المعارض داخل إفريقيا وخارج إفريقيا، حتى في أوروبا وبلدان غربية أخرى. المنتوج الجزائري اليوم صار ينافس غيره من المنتوجات، بقي يعني بعض الرتوشات في خاصة في جانب التغليف، لكن عموما اليوم المنتوج الجزائري صار ينافس كثير من منتوجات دول أخرى، وفي خاصة بعض الميزة التنافسية لو هو أنه يعني يرتكز على ما يسمى بيد عاملة مؤهلة بأثمان تنافسية، هذا ما جعل المنتوج الجزائري قادر على المنافسة في الأسواق أولا الإفريقية، لأنه كما ذكرنا هو البعد والعمق الطبيعي للجزائر، والبلدان العربية أخرى بالارتكاز على كذلك منطقة التبادل الحر العربية لاكزال، وكذلك عندنا اليوم مع أوروبا عقد شراكة الذي يسمح لنا بولوج هذه الأسواق. طيب، نتحدث عن الدبلوماسية الاقتصادية مثل ما أشرتم، اليوم المسؤولية تقع على عاتق السفارات الجزائرية المتواجدة بالخارج، القنصليات أيضا، ما هي أبرز الخطوات التي يجب اتخاذها الترويج للمنتوج الجزائري بالدول الإفريقية أو حتى الدول الغربية؟ نعم، نقطة مهمة جدا أستاذة. في الحديث عن الدبلوماسية الاقتصادية اليوم وجب أن نوسع النظرة إلى أبعد من الدبلوماسية التقليدية، يعني السفارات والقنصليات هذا جزء، حقيقة هذا جزء أساسي في الدبلوماسية الاقتصادية، إلا أنها تشمل أكثر من هذا، بحيث أنه يكون دور السفارات والقنصليات والممثليات الدبلوماسية عموما في الخارج هو دور رسمي، يصد الأجواء هناك، يمثل الدولة رسميا، يمضي العقود باسم الدولة إلى غير ذلك. أما الدبلوماسية الاقتصادية التمثيلية بشكل عام أو المرافقة للشركات، هنا يرجع الضوء إلى يعني أوسع من ذلك. وزارة التجارة هي من بين أهم الفاعلين في هذا الأمر، غرف تجارة خاصة غرف التجارة المشتركة والمختلطة بين الجزائر وغيرها من دول، هذا كذلك طرف مهم في معادلة الدبلوماسية الاقتصادية للمرافقة. المنظمات أرباب العمل، أنا نشوف اليوم الكرية اللي راهي تسافر مع رئيس الجمهورية في عديد من المحطات الدولية لتمثيل الجزائر اقتصاديا والتبادل الاقتصادي مع نظرائها خارج البلد، فكل هؤلاء يعني الشركات كذلك الشركات الكبرى اللي عندها مصالح اقتصادية خارج الجزائر، كل هذه الأطراف مع بعضهم يمثلون حقيقة ما يسمى بالدبلوماسية الاقتصادية للمرافقة. طبعا كل هذا تحت إشراف رسمي وقيادة يعني من ناحية السياسية والرسمية، وكذلك لمعرفة ما يحدث داخل هذه البلدان من قوانين وغير ذلك يرجع. وأيضا أستاذ شكيب قويدري، بالنسبة أيضا للمتعاملين الاقتصاديين الذين يتوجهون إلى الدول الإفريقية لدراسة الأسواق الإفريقية وما تحتاجه هذه الأسواق. نعم، هذا هو، فكل هذه الأطراف الشركات على رأسها لأنها هي مربط الفرس وهي التي تتموقع في وسط المعادلة، يعني هي اللي راهي تقوم بالتبادل الاقتصادي والتجاري والاستثماري في هذه البلدان، كل هذه الأطراف هي الفواعل الحقيقية للدبلوماسية الاقتصادية، طبعا أنكور فوا تحت إشراف السفارات والممثليات الدبلوماسية.
طيب تحدثنا عن الأسواق الإفريقية، الجزائر في مسعى للإنعاش الاقتصادي وتصدير منتوجاتها للخارج، هل نستطيع القول في المستقبل القريب لما لا يمكن أن نقتحم حتى الأسواق العالمية، خاصة أنه أصبحنا نشهد نوع من الاقتصاد الجديد والمتطور هنا في الجزائر على غرار المؤسسات الناشئة والشباب المبادر أيضا؟ نعم، هو اليوم الشباب الجزائري خصوصا يعني الذكاء الجزائري لم يعد يعني اليوم في محل يعني تشكيك، ولا يعني صار امرا واقعا. شفنا كثير منهم عن طريق الستارت اب ولا لما يلجؤون الى بلدان اخرى، لمسنا واقعيا وميدانيا ما يمكن ان يقدموا يعني الادد فاليو تاعهم، الاضافه التي يمكن ان يقدموها في مجالات متطوره. فهذا الذكاء، هذا الجيني تاع الشباب الجزائري اليوم، لما حررت المبادره من متى بدا يظهر ثمار، بدات ثماره تظهر ميدانيا. فاليوم الدوله لازم تكمل في هذه تحرير المبادره، ويعني نقول لك التقليص من البيروقراطيه المعرقله، هذا هو المسعى اليوم لكي يثبت الشباب الجزائري خاصه من خلال الستارت اب كل قدراتهم لتصدير الخدمات، لجلب يعني العمله الصعبه للجزائر الى غير ذلك. طيب بالنسبه للاسواق الافريقيه، هي ليست كالاسواق الجزائريه، من الاكيد انه يجب ان تتم دراسات استراتيجية وبحوث اقتصادية لمعرفة طبيعة السوق الإفريقية وأيضا المستهلك الإفريقي. برأيكم هل يجب إدراج ثقافة الدراسات الاستراتيجية في هذه الدول؟ نعم 100%. يعني لولوج أي سوق وجب قبل ذلك دراسة هذه الأسواق من عدة جوانب، من جوانب اقتصادية أولا، من جوانب استهلاكية، يعني ما الذي يستهلكه هذا المواطن في هذا البلد، كيف التعليب، الذوق، يعني كثير من الأمور الاقتصادية والتسويقية التي وجبت دراستها قبل ولوج هذه الأسواق. من بين أهم الفوائد في هذا المجال هم الشركات أنفسهم، خاصة عندما تكون شركة كبيرة، لكن خلينا نقول التكتل يعني عن طريق الفيديار هو اللي يسمح لكي يعني يكون ثمن هذه الدراسات يتقاسم مع يعني من بين الأطراف المشاركة في هذا العمل. لا ميتواليزاسيون دي كو كما يقولوا، يكون ثمن يتقاسموه عديد من الشركات التي تشتغل في نفس المجال ونفس الميدان. لكن كما قلت استاذه، كما ذكرتي، وجب دراسه السوق قبل التفكير في دخوله. طيب بالعودة إلى زيكاف، منطقة التبادل الحر، برأيكم ما هي توقعاتكم بالنسبة لها في الفرصة أو في الفترة المستقبلية إن شاء الله؟ نعم، شوف، احنا الجزائر كانت سباقة للدعوة إلى مثل هذه المبادرة. الجزائر التي يعني من 20 سنة وأكثر شاركت في الذهاب من منظمة الوحدة الإفريقية إلى الاتحاد الإفريقي مع جنوب إفريقيا ونيجيريا، بعدها الجزائر شجعت لخلق هذه المنظمة. فاليوم خرجنا من التمنيات إلى الآليات. اليوم عندنا آليات، منها هذه الآلية المهمة جدا في تشجيع الصادرات. كما قلت إفريقيا ما يعني تجارتها البينية لا تتجاوز 2%، كل يعني شيء تستورده من خارج إفريقيا. الجزائر مثلا كمثال راهي يعني تبادلاتها التجارية مع إفريقيا حوالي 4%. فمن خلال هذه الآلية، اليوم عندنا آلية ماشي فقط wishful thinking كما يقولوا، يعني تمنيات، فعندنا الآلية، أنا أرى أنها ستسمح بتعزيز هذه العلاقات والتبادلات التجارية ورفع من مستواها في السنوات القليلة القادمة. ومثل هذا اللقاء اللي راه يحدث اليوم في أوغندا أكبر شاهد ودليل على هذا الأمر.
طيب بما أنكم أشرتم إلى الاقتصاد الأفريقي، لا بأس أن نعود إلى القمة الأفريقية الأمريكية التي انعقدت هذا العام بواشنطن بحضور الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمن، والذي كان قد دعا الولايات المتحدة الأمريكية وعديد الشركاء إلى الاستثمار هنا بتركيا، وصولا إلى زيارة الدولة التي أو زيارة الدبلوماسية التي يقوم بها وزير الخارجية إلى واشنطن اليوم. من الأكيد أنه سيتم التطرق إلى التعاون الاقتصادي بين الولايات المتحدة الأمريكية وإفريقيا بطبيعة الحال. هل ترى اليوم أن إفريقيا ستستعيد دورها الريادي، خاصة أن هذه القارة لديها الكثير من المقومات؟ نعم 100%، القارة الإفريقية هي التي تشكل قاطرة النمو العالمي الاقتصادي المستقبلي، لأنها القارة التي تملك عديد من الثروات لكنها لم تستغلها بعد بالشكل الواجب. هي القارة التي ستشكل الصراع الاقتصادي المستقبلي. رحتنا من مدة هذا انعقدت لقاء أمريكا مع إفريقيا، قبل أو بعدها روسيا مع إفريقيا، قبلها الصين مع إفريقيا. يعني إفريقيا صارت اليوم تستقطب جميع القوى الاقتصادية الكبرى من جي 7 ولا حتى من دول بريكس وغيرها. فهم العالم من مدة أن إفريقيا هي الوحيدة القادرة اليوم على رفع مستوى لطود الكواسانس، النمو الاقتصادي اليوم راح يكون عن طريق الاستثمار في إفريقيا، لكن استثمار بشكل جديد لتربح به إفريقيا كذلك. اللوجيسيال القديم اللي كان أنه إفريقيا هي يعني قارة للاستغلال فقط، هذا قد لفظه الإفريقيون يعني فهموا باقي العالم أنه اليوم دي الذهاب والاستثمار في إفريقيا وجب أن تكون مصلحة مشتركة بين إفريقيا وغيرها من الدول. أستاذ شكيب قويدري، الباحث في الدبلوماسية الاقتصادية والتجارة الدولية، جزيل الشكر لكم على هذا التحليل الاقتصادي الذي وفيتنا به.